مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى لازلنا في الموضوع ديال البطل هشام في المنزل اللي تعرض للحريق الآن معايا الزوجة ديالو حتى دي هي 17 يوم من الواقعة غادي نشوف معاها مستجدات في الموضوع لبنى حتى من الشرج ما لبنى فضل ديال الله سبحانه وتعالى باش عشتي شنو الجديد في هاد 17 يوم؟ الجديد في هاد 17 يوم هو أنني من نهار تلاحيت من من نهار تلاحيت من الشرجم باقي باقي عندي واحد التخوف لداخل باقا لحد الان كتخيل ليا ما بقيش نقدر نطلع من الشرجم باقا كنتخيل الناس ما بقاش كيديني باقا باقا عندي صدمه لداخل باقا مصدومه وكنعاني بزاف مع هشام كي, كي كت رجلو كتبات تعطيه الحريق في الليل وعطيني جيبي ليا ديري ليا الدواء كان كنديرو لي كيحرقو بزاف خاصو شي حاجه اللي تبرد عليه والو مابقاش كتبان ليه حتى شي حاجه مزيانه ولا كيبان ليه ولا كيكون ناعس كيتخيل هذيك الغوته ديال الدري ولدي في الليل كي كي كيقفز كينوض مع الجوج مع التلاته وحاليا دابا ما كنعسوش كن ما كنشوفوش النعاس خايفين ها آه الباب كيما الباب ما اول حاجه الشرجم البرد هادو السمسكينه قتيله على البرد متخنقات ما محيد عمليه محيده القواد مخنوقه كتقول لك ديروا لي ديروا ليها شي حاجه اللي تحبس ديال البرد والو البرد مع الباب مع الشرجم برد بزاف وهشام كنعاني معاه كندير الميريزكو يبدل الفاصمة والشمس ما خاصوش يشوف الشمس والطاكسيات ما كبروش يوقفوا لينا ما كايناش رحمه بتاتا شي رحمه بعدا ما كايناش قليل قل القليل او مساكن اللي تضامنوا معايا واللي تعاونوا معايا مساكن ما كنشكرهم من هذا المنبر والناس اللي اللي عندهم باش يعاونوني كنطلب منهم تحن تحن قلوبهم علينا راه حنا ما عندنا لا جو ديال العيد راك الحاله ما عندناش الجو ديال العيد بتاتا و وحاله لا حاله يرثى لها ومؤسيد يوميا كيعيط ليا في التليفون كيقول لي بغيت محالي مني تعيدي خرجي وانا ما عندي لا جو ديال العيد لا فين غنمشي لا حتى شي حاجه كنعاني بزاف يعني ما ما عرفتش راسي فين غنعطيه والحاله الماديه ديالنا راه محطمين بزاف ما بغينا بغينا الناس صراحه بغينا الناس توقف معانا وتعاوننا داكشي اللي قدروا عليه راه حنا ما بغينا والو من الدنيا راه بغينا غير مويحين فين نستقروا بغينا شي بلاصه تكون ديالنا حتى شي واحد ما يقول لنا خرجوا ليا منها ولا امتى غتخرجوا ولا وقتاش غتخلصوا الكرا بغينا شي بلاصه فين نستقروا وكنطلب من الناس خوتي المحسنين وخوتي المغاربه لي اللي كيحسوا بينا ومن اللي كيشوفوا هذا الفيديو كيتفرجوا فيه كنطلب منهم يوقفوا معانا ويعاونونا بداكشي اللي قدروا عليه داكشي اللي داك اللي قدروا عليه يعاونونا ولو غير بالدعوات احنا محتاجين للدعوات وكنطلب من جلاله الملك الله ينصره والله الله يقعد وساده يوقف معانا وكنطلب من هاد الفيديو يوصل ليه خصوصا بغينا غير شي بلاصه فين نستقروا انا ووليداتي وراكشينا عائله تبارك الله بغينا غير فين نستقروا وفين نتجمعوا راه حنا ما ما معيدين ما ما عندنا باب نسدو علينا ما عندناش راجل ما عندنا لا باش ناخذوا الدواء لا والو الا ما الناس ما نقدروا نديروا والو ما نقدروش نزيدوا لقدام انا نسولك على الوليد كي الوليد شويه الوليد ظهرو برا ليه شويه ولا كيرجلو راه كي كتبقى كي تما كيبقى يبكي ليا في الليل وخصوصا ملي كيدخل هنا ومع كاين الظلام كيغوت ربي اللي خلقه حيت ما عنديش حل ما عنديش فين غنديه ضروري خاصو يبقى هنا فين غنديه كيبات يغو كيغوت واحد الغوته بعدا راه كدخل كتدخل ليا لدماغي ما كتحيدش كيقول لي ماما راه غتشعل العافيه ماما راه العافيه غتشعل عاوتاني عندك ماما البوطه راه غتشعل العافيه عندك ماما والو غتشعل غير غير مقراج تحطو تما يبغي يطيب يقولك ماما طفيها ولا مريض نفسانيا اصلا خاصو طبيب نفساني باش يتعالج وباه حتى هو الله يسر لك يا ربي النداء ديالك راه سمعوه المغاربه تمنى لك الخير يا ربي أعمل. أعمل. الحمد لله على سلامتك, ومرة, سلامتك. ومره اخرى كنشكرو عاوتاني دعي معاه بزاف تذاك الشرطي اللي ساعدك هذاك الشرطي واخا شي واخا نشكرو حياتي كامله كيف ما قلت لك واخا نشكرو حياتي كامله ما غن... ما غنوصلش دك شي اللي خاصني نشكرو به هذاك الشرطي انا ما كنعتبروش شرطي انا اعتبرته الوالد ديالي انا بحال تقت فيه واحد الثقة عمياء يعني راه اي واحد يقول لي تلحي ما نقدرش نتلح ولكن هذاك الشرطي تقت فيه انا بالذات انا جا عندي الوالد ديالي جا شافني وقال لي قال لي علاش بنتي تلحيتي قلت له قلت لي با قلت لي راه داك البوليسي قلت له ما اعتبرتوش بوليسي قلت لي داك البوليسي راه بحال انت بحال هبطني عام شي شجره حسيت به قريب ليا بزاف ولحد الساعه لحد الان مسكين كيعيط ليا وكيسولني كي دايره الاحوال وهادي وكيشكرني مشاهدينا الكرام كيما تبعتوا معنا الزوجه ديال هشام نجات بفضل الله عز وجل والدعم ديال الشرطي اللي قدرت مره اخرى كنوجهوا ليه التحيه والشكر مشاهدينا الكرام 17 يوم باش وقعت الواقعه العائله تعاني جالسين في هذا المنزل لا عيد لا والو مره اخرى كنوضعوا رقم الهاتف ديالهم والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع كل من ساهم او ساعد هاد الناس اجرهم حسوم عند الله مشاهدينا الكرام نحن على لدي ملف دائما وسوف نوافيكم دائما في القضيه في نصلات القضيه ديال هشام والزوجه ديالو غادي نشوف كذلك مستجدات جديده مع الام ديال هشام تبعوا معايا